السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في قلعة تكريت شمال العراق سنة 1832 ولد يوسف بن نجم الدين أيوب بن شادي بن يعقوب والمعروف باسم صلاح الدين الأيوبي من عائلة كردية سنية. انتقلت عائلته إلى مدينة بعلبك ومنها لدمشق وقضى هناك طفولته تحت حكم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي سلطان الدولة الزنكية في الشام والعراق. وكانت عائلة صلاح الدين عبارة عن قادة في الدولة الزنكية. درس صلاح الدين العلوم والهندسة والرياضيات والشريعة الإسلامية وتاريخ العرب والشعر بجانب المبارزة والفروسية، وكان يفضل العلوم الدينية عن العسكرية. تربى تحت هدف وهو تحرير القدس من يد الصليبيين، فتعلم العدل من السلطان نور الدين محمود وتأثر كثيرا بعمه أسد الدين شاركو. انضم للعسكرية وهو في سن 14 عام، وقام بتدريبه عمه أسد الدين شاركو والذي كان قائدا في جيش الدولة الزنكية. وبسبب ذكاء صلاح الدين العسكري فتولى مهام كبيرة في الحملات العسكرية الهامة. وشارك صلاح الدين في مهمة عسكرية وهو في سن 26 عام، أرسلها نور الدين الزنكي لضم مصر وإنقاذها من الصليبيين سنة 1164 ميلادياً. وكانت مصر قبل صلاح الدين مركز للدولة الفاطمية الشيعية، ولم يكن للخليفة الفاطمي أي دور، وجميع الأدوار كانت في أيدي الوزراء. وكانت مصر تمر بفترة من الاضطرابات بسبب الصراع بين الوزراء للاستحواذ على السلطة، وكانوا الصليبيين يسعون لغزو مصر. فاستطاع صلاح الدين وعمه أسد الدين شاريكوه تحت قيادة نور الدين الزنكي تحرير مصر من الصليبيين، وأصبح أسد الدين شاريكوه صاحب النفوذ الأكبر في الدولة الفاطمية. فقام الخليفة الفاطمي العاضد بتعيينه وزيرا له، ولكنه بقي في هذا المنصب لفترة محدودة. ومن بعده قرر الخليفة العاضد بتعيين صلاح الدين وزيرا له، ظنا منه أنه سيتحكم في صلاح الدين، ولكن صلاح الدين أثبت ذكاءه وعمره 31 عام، وتعرض لمحاولة فاشلة لاغتياله من قبل بعض الجنود والأمراء الفاطميين. فقام صلاح الدين بتعيين أقاربه وبعض أفراد أسرته في مناصب في الدولة الفاطمية ليفرض سيطرته على الدولة الفاطمية، وقام بإضعاف نفوذ الخليفة الفاطمي العاضد. وخلال عامين قضى على الخلافة الفاطمية سنة 1171، وأسس الدولة الأيوبية في مصر مع ولائه لنور الدين زنكي في الشام. وأخذ صلاح الدين إجراءات لتحويل مصر من المذهب الشيعي للمذهب السني، فأمر الخليفة العباسي بالدعاء على المنابر، وأغلق المسجد الأزهر مركز الدعوة الفاطمية الشيعية، وأنهى على القضاء الشيعي، وقام بتأسيس مدرستين في الفسطاط على المذهب السني، وهما المدرسة الناصرية والكاملية. وقام بتأمين مصر فضم النوبه والبرقة سنة 1173 والحجاز واليمن سنة 1174. في هذا الوقت تولى إسماعيل ابن نور الدين الزنكي الولاية في بلاد الشام، ودخلت الدولة الزنكية في حالة من الفوضى. وكان صلاح الدين له نظرة بعيدة لضم مصر وبلاد الشام في دولة واحدة،
فقرر سنة 1174 التحرك من مصر لبلاد الشام، فدخل دمشق وضم حماه واتجه لحصار حلب، وكانت هناك محاولة لاغتيال صلاح الدين من قبل 13 فرد من الحشاشيين، استطاعوا التسلل للمعسكر ففشلت أيضا هذه المحاولة، ولكن تم الكشف عن أمرهم وقتل واحد منهم عن طريق أحد القادة. وفي سنة 1175 استطاع صلاح الدين التصدي لغزوة قام بها الصليبيين بقيادة ريموند الثالث، وبعد ذلك بمواجهة مع الزنكيين بقيادة أمير الموصل سيف الدين غازي في معركة انتصر فيها صلاح الدين، ووقعت الشام تحت سيطرة صلاح الدين، وحاز على لقب الملك الناصر ومنحه الخليفة العباسي لقب سلطان مصر والشام. وتزوج صلاح الدين بأرملة نور الدين الزنكي لتقوية نفوذه، والتي تدعى عصمة الدين خاتو، وعقد هدنة مع مملكة بيت المقدس، وعاد صلاح الدين إلى مصر وأمر ببناء قلعة سميت قلعة الجبل والمعروفة حاليا بقلعة صلاح الدين الأيوبي. وفي سنة 1173 شن الصليبيين هجوم على أحد ضواحي دمشق، فاعتبر صلاح الدين هذا خرق للهدنة فتوجه لفلسطين بجيوشه، وأصبح على مشارف القدس، فتحرك ملك بيت المقدس بلدوين الرابع وأرنولد بجيوشه إلى عسقلان. وبالرغم من تفوق عدد جيش صلاح الدين إلا أنه تردد في مهاجمتهم. هاجم الصليبيين على الأيوبيين وقامت معركة بينهم، فرأى صلاح الدين ضرورة الانسحاب لمصر، إلى أنه جمع جيوشه وقام بالهجوم على الصليبيين في إبريل سنة 1179، وقام بهزيمتهم في معركة سميت بمعركة مرج عيون، وكاد أن يؤسر الملك ببيت المقدس. وفي يونيو 1179 قام بهزيمة الجيش الصليبي مرة أخرى، فقرر الصليبيين بناء حصن قوي للطريق المؤدي لدمشق لاعتراض خطوط الحجاج لبيت الله. فعرض صلاح الدين على بلدوين الرابع ملك بيت المقدس 100,000 قطعة ذهبية مقابل أن يتخلى عن الحصن، ولكنه رفض، فتحرك صلاح الدين وهاجم الحصن، واستطاع اقتحامه وتدميره في أغسطس سنة 1179. وفي عام 1180 تم الاتفاق بعقد هدنة بين صلاح الدين والصليبيين مدتها عامين، ولكن قرر أرناط الحاكم الصليبي لمدينة الكرك خرق الهدنة عن طريق نهب إحدى القوافل الإسلامية، فأمره صلاح الدين بإعادة ما نهبه فرفض، وقام أرناط بإرسال قوات صليبية عن طريق البحر الأحمر لهدم الكعبة وسرقة جسد الرسول. استطاع أسطول المسلمين اعتراض هذه القوات، وجهز صلاح الدين أسطول هاجم به الصليبيين في بيروت، وعام 1183 سقطت قلعة حلب في يد صلاح الدين الأيوبي، وظل أرناط في مواجهة قوافل المسلمين التجارية. فقام صلاح الدين بحصار قلعة الكرك مرتين سنة 1183 وسنة 1184، والتي بها أرناط، وهي قلعة حصينة. فقام أرناط بنهب قافلة للحجيج عام 1185، وفي هذا الوقت تغير الحكم في مملكة بيت المقدس، وتولى الحكم جيدي لوزنيان. وفي الخامس من يوليو سنة 1187 قامت معركة حطين، وانتصر فيها صلاح الدين،
فقام بعزل أي إمدادات أوروبية تأتي عبر البحر، فحرر مدن عكا ويافا وصيدا وقيسارية وعسقلان، ثم توجه لحصار القدس في 11 من رجب سنة 1187، ودخل صلاح الدين القدس في أكتوبر سنة 1187 في ليلة المعراج، فتعامل مع أهل القدس معاملة طيبة تختلف عما فعله الصليبيين عندما دخلوا القدس وقاموا باحتلالها عام 1099 ميلاديا بعملهم مذابح شنيعة، ولكن صلاح الدين دخل بطريقة سلمية ولم يأمر بقتل أحد من سكانها، فأمر بوضع المنبر الذي بناه نور الدين بن زنكي داخل المسجد الأقصى، والذي دمر في حريق المسجد الأقصى سنة 1969، وأمر بتطهير الصخرة المشرفة وترميم مسجد عمر بن الخطاب، وسمح للصليبيين بالخروج من القدس بشكل سلمي دون التعرض لهم مقابل دفع فدية قدرها 10 دنانير للفقراء، فرفضوا فدفعها عنهم من ماله الخاص. وبعد سقوط القدس في يد صلاح الدين، دعت الفاتيكان لحملة صليبية ثالثة لاستعادة القدس من المسلمين، وسميت بحملة الملوك، وذلك لمشاركة الكثير من الملوك في هذه الحملة، مثل ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، وفيليب الثاني ملك فرنسا، وفريدريك بارباروسا الإمبراطور الروماني. كان الصليبيين الذين أطلق صلاح الدين سراحهم عندما وقعت القدس في قبضته، اجتمع الصليبيين في مدينة صور، ومنها تم حصار المسلمين. استمر هذا الحصار لمدة 2 ومع وصول الحملة الصليبية الثالثة دعم هذا الحصار، فاستسلم المسلمون في عكا وسقطت في يد الصليبيين. قاموا بارتكاب مجازر شنيعة في المسلمين في عكا، وقاموا بقتل جميع المسلمين فيها. وفي عام 1191 ميلاديا اشتبك صلاح الدين مع ريتشارد قلب الأسد في موقعة أرسور، وانهزم فيها صلاح الدين مع استمرار فشلهم في وقوع القدس في قبضتهم واستيلائهم فقط على المناطق الساحلية. وفي عام 1192 تم التوقيع على هدنة بين الصليبيين وصلاح الدين لمدة 3 سنوات و8 أشهر، سميت بمعاهدة الرملة، حيث تم الاتفاق على أن يستولى الصليبيين على المناطق من يافا لصور، مع استمرار استيلاء المسلمين على القدس والسماح للمسيحيين بالحج. واعترف ريتشارد قوة وعدل صلاح الدين، فقال: صلاح الدين أقوى وأعظم قادة في المسلمين. وقال صلاح الدين في ريتشارد: ليس هناك قائد مسيحي أشرف من ريتشارد. وفي عام 1193 انتهى حكم صلاح الدين وتولى أخيه العادل الحكم، وانتهت الدولة الأيوبية عام 1206. ولكن لم تنتهي قصة هذا الحاكم العادل والقوي الذي شهد أعداءه عليه في أنه أقوى وأعظم القادة المسلمين، إنه صلاح الدين الأيوبي.